صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اليوم حلقه مميزه من كتاب، لانه عندي ثلاث فتيات جامعيات فازوا ب اكيد قصائدهم الجميله، اللي اكيد خلال الحلقه رح نقدر نتسمع عليهم بمسابقة. هي مسابقة من مركز الثقافة الفرنسي، من أكيد ضمن شهر الفرانكوفوني، بيحكوا فيها عن علاقة الإنسان بالطبيعة. بحب رحب كثير بالثلاث فيزات، إرميني نوربلتيان، أهلا وسهلا فيك، بونجور، وآيا اسكندراني، أهلا فيك، وفرح مصري كمان أهلا وسهلا فيك بفقرة كتاب. الثلاث فتيات هن جمعيات أكيد، لأنه كانت المسابقة هي لكل الجمعيات بين 18 سنة و 25 سنة، ورح يتحدثوا هن أكيد أكثر عن تجربتهم والشعور اللي عندهم إياه اليوم لأنهم فازوا، ولأنه رح يروحوا أكيد كمان على فرنسا تيمثلوا لبنان وتيشاركوا بمهرجانات أدبية كمان. إرميني، بحب أبدأ فيك، أنت نلتي على الجائزة الأولى. مظبوط. وحضرتك تلميذة من مواليد فرنسا سنة 1991، وأنهيتي دروسك بالكوليج بروتستان، واليوم عم بالسنة الثانية عم تدرسي الأدب الفرنسي بالجامعة اللبنانية بفنار. حبيت هيك أعرف كيف عرفتي عن هالمسابقة، شو اللي دفعك إنك تساهمي فيها؟ أول شيء شفنا الأفيش بالجامعة، أول شيء لأنه ما كنا عارفين عن شو، وكونكور دو هايكو ما كنا عارفين شو الهايكو ديجا، دونك كان في بس يومين للديلي، لاخر نهار كان فينا نقدم لي بوام. قلنا وشفنا الجوائز انه سفر على فرنسا، قلنا ليش لا نتعرف على الهايكو ونجرب نعمل منهم ومنشترك ب مينيموم 3 بوام كان لازم، او ماكسيموم 5. فبالاخر عملنا دي ريشيرش عن الهايكو دوريجين جابونيز. خبرينا اكثر عن الهايكو، شو لانه عنده كمان في قصص، يعني في قوانين في قوانين. نعم، مثلا هو دوريجين جابونيز، يعني قصيده يابانيه. نعم. من الموينج يعني ديجا، و بيفرج العلاقه بين الناس يعني الشخص والطبيعة. نعم. ولازم تبين هذه العلاقة كتير منيح بالهايكو. نعم. وهي قصيدة من ثلاث جمل بس. نعم. يعني كتير صغيرة، يعني هذا الصعب فيه بثلاث جمل. كتير صغيرة بدك تعبري فيها كتير أشياء عن هالعلاقة الحميمة اللي عنده إياها الإنسان مع الطبيعة. اي بي فوالا، فعملنا هالغوشيرش على السريع، وبيوم واحد اخر تكي بس بعتناهم البوامات بلا مساعده الاستاذه والدكاتره. ما كان انت مبادره، لكن مبادره شخصيه، ما سالتي حواليك شوي. وهلا انت اشتركتي وخلصتي، شو شعورك؟ يعني اكيد ما ندمتي، خاصه انك حصلتي بالجائزه الاولى. اي يعني بالاخر طلع حبوا القصايد وحكيونا انه طلعنا بين الثمان اول اشخاص. كنا عندك فكره قد ايه كانت، قد ايه هن المشتركين؟ كنتوا كثار المشتركين؟ كنا 40 يمكن، اي بين 40 و50. نعم. كانوا بكل الجامعات، من كل جامعات لبنان. صح. وهيك بالاخر نقوا ثمانيه بيناتنا، وهالثمانية كانوا لازم يروحوا يقروهم، لأنه القراءة كمان كتير مهم بالهايكو. نعم. لازم ينقرأ كل بوين ب بين ريسبيراسيون، تنفس واحد. نعم. في طريقة قراءة يعني للبوين كمان، يعني مش بس الكتابة. نعم. كان في قدام حكم أكيد. نعم، قدام بالجوري كان في مسيو ألكسندر نجار. نعم.
كان كثير سيتي امبرسيونون تنشوف انه اكسان نجار قدامنا نقرا بالمدرسه والجامعه مش شايفينه بال... نعم نعم. وكان في مسيو فادي نور بن فادي نور نعم كمان هو صحافي ومسيو بول ابي راشد ريبريزونتون دو تير الاسوسياسيون تير ايكولوجيك. يعني اكيد كان في رهبه انك تروحي تأدي القصيده غير انك تبعتيها بالميل، يعني مزبور. اكيد في علاقه صارت فاس فاس مع وصاروا طلبوا منا نتعرف نعرف على حالنا سوري ونفسر كيف كتبناهن واي واحد منفضل ونفسرهم شوي. نعم. تيتاكدوا كمان انه حضرتكم انتم اللي كاتبينهم مش افتينهم. في كثير مسائل من هايكو على الانترنت يعني كان فينا نطلع هيلا شيء. نعم. تيتاكدوا انه هودي شغل. وبتصور انكم مديتوا قبل عهد انه هيدا انتم عملتوه، تا اذا بين بعدين لا اكيد ممكن مش رح نقول تتحاكموا ولكن يمكن بيقيموا الجايزه بيرجعوا بيستردوها اكيد. آية اسكندراني حضرتك نلتي على الجائزة الثانية من مواليد 1992 كمان خريجة الكوليج بروتستان فرنسي وحضرتك هلا عم تعملي ترجمة أي سنة باليسوعية؟ أول سنة ترجمة باليسوعية. خبرينا تجربتك كيف كانت؟ يعني وقت رحتي وقدمتي قصائدك قدام لجنة الحكم كيف كان إحساسك؟ كنت سعيدة فخورة فزعانة أكيد ما في شك كلنا بنقطع فيها هنا. فات أنا ما كان بدي أشترك بالأول إنه ما بحياتي مشتركة بهيك كونكور أو بحيالها كونكور بس إنه ستي هي معلمة أدب بالجامعة فهي دفعتني على إنه شارك ولا والجائزة إنه حلو كتير وأنت فيك تعمليها ف إنه إيه قعدت فتش شوي هايكو كمان ما كنت عارفة شو يعني ولا إنه من وين جاي فقعدت فتش وجرب وهي صعبة تكتبيها لأنه كتير قصير وكتير إنه لازم يكون الشعور لازم يكون كتير معبر صح اللي عم بيأذيك كمان يقدر يحس معك يعني بثلاث اربع كلمات بدك تكوني موصله الفكره وكمان الانفعال اللي بده يكون عنده اياه القارئ. ايه هي فانه يعني اللي كتبته مش واو هلا وقت ارجع اقري بس انه لا ما انا بالعكس بغلطك انا قريتهم وبتشكركم لانه تعاونتوا كمان معي بهالسرعه. انا ما حبيت كثير لانه بعرف انه قربت الماضي اخذتوا الجوائز ما حبيت كثير كون مأخرة عليكم بس قريتهم وكل واحد عنده يمكن لانه كل شخص عنده مشاعره تجاه هالطبيعه اللي عايش فيها او عنده كمان احساس تجاه الطبيعه ولكن اللي كتبتيهم ايه كثير حلوين هلا اصلا المشاهدين رح يقدروا يتسمعوا بعد شوي عليهم. طيب رح تسافري مع إرميني على فرنسا على مهرجان افينيون الفستيفال دافينيون شو رايك بهالافاق اللي رح تنفتح لك من خلال هالمسابقه؟ اكيد محمسه كثير روح على فرنسا يعني ومحمسه كمان كرمال الفستيفال وقت شفت شو هن الجوائز قبل ما ابعتهم للهايكو كنت عم فتش شوي شو هالفستيفال شو هو كمان لاوشيل وتبين لي انه الفستيفال دافينيون هو فستيفال مسرحي يعني حيكون في مسرحيات ودي كونز اكتور وهيك ف رح تقدر تلتقي شخصيا اكيد بممثلين معروفين وكتاب كمان اللي هن بيكتبوا نص المسرحيات ايه فمشان هيك انه متحمسه كثير بس بنفس الوقت شوي متوتره يعني ما كثير بعرف كيف لازم يمكن من هلا لوقتها اكيد بيصير في بركي ورشه عمل او اي شيء تقدروا تكونوا محضرين لاشتراككم ممكن هونيك. اهلا وسهلا فيك فرح. فرح مصري انت كمان اخذتي الجائزه الثالثه وحضرتك من مواليد تورونتو كندا عمرك 21 سنه وتخرجتي من كوليج اليزي واليوم عم تعملي سنتك الاخيره بالكلينيكال لابوراتوري ساينس بالاي يو اس تي عم مختبر العلمي. طب كيف عم تتخصصي فرح بمجال علمي طبي وعندك هالشغف
للأدب الفرنسي؟ طب خبري كم مرة صرت سامعة هالسؤال؟ إيه لأنه هلا أكيد في كثير، في أنا استضفت أطباء بيكتبوا في في بس، ولكن أنت كيف عم تقدري إي هيدي باسيون على جنب، يعني العلم شيء وشغف شيء ثاني. إيه هي إكزاكتومون، يعني هو حتى لو اختصاصي علمي وحتى لو صار كل شيء بحياتي تقريبا علمي، يعني بتعرفي المختبر يعني بدك تضلك اب تو ديت مع الاشياء الميديكال، يعني بدك تضلك اب تو ديت مع الاشياء اللي بتصير جديده باللابوراتوار، بدك تعملي ستاج، بدك في كثير اشياء، دي كونفرنس واشياء. ولكن لا انا دائما بحب انه خلي وقت للاشياء الارتستيك، انا بحب كثير. انت عندك موهبه يعني الكتابه؟ يعني بحب كثير بتحبي، وعم قدرتي كمان يعني تتقنيها بتقنيات معينه او لا؟ انت من انت وصغيره تحبي مثل ما الكتابة والقراءة؟ بكتب يعني ولا مرة انه اخذت ديكور او شيء، حتى ما فت ليتيرير او شيء، يعني انا مثل ما انا بكتب بضل اكتب، يعني مثل ما بقولوا بالفرنسي جو ديفلوب مون ستيل، يعني شوي شوي نعم. انا بطور حالي نعم. مني لحالي. نعم نعم حلو كثير. طيب وشو اللي يعني طالما انت عم تتخصصي بمجال علمي